الأموال التي تكون هناك تفوت صاحبها، وإن كان أحد قد تسبب في إدخالها إلى القبر فإن ذلك المتسبب يلزم بضمانها، أما أن ينبش القبر فذلك مما لا يجوز، والله تعالى أعلم. وفي مثل هذا الحال يوم دفن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أدخل في اللحد صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يضعوا عليه اللبن، قام أحد من الصحابة وأخفى خاتما له وجعله في لحد النبي صلى الله عليه وسلم، فبعدما أرادوا أن يغلقوا اللحد باللبن قال لهم إني قد نسيت خاتمي في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فسمحوا له بأن يأخذه، وبعد ذلك ذهب وقبل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع. وحينما سئل عن تصرفه هذا قال أردت أن يكون آخر من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان حبهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان حرصهم على أن ينالوا شرف القرب منه صلى الله عليه وسلم. وفي مثل هذا الحال ما كان صلى الله عليه وسلم مدفونا بعد، بل كان في المراحل الأولى للدفن، لذلك لا يتعلق بنبش القبر في مثل هذا الحال أو بإزالة اللبن قليلا مفسدة.